الله يخليكي. شوفوا ابو فني، اذا بدكم روحوا. وينه هلا؟ بغرفته. معناتها بكون نايم. لا لسه ما حلو. طيب ماما تعي معنا. هلا بدكم واصله تحكوا مع ابوكم، روحوا احكوا معه. الله يخليكي تعي معنا. ايه تعوا الحقوني. جميل معي؟ لا خير. الاولاد بدهم اياك. شوفي بابا. بابا رفيقتي عزمتني اليوم على عيد ميلادها، بتسمح لي روح؟ شو اسمها رفيقتا؟ ريتا. ريتا شو؟ بابا لا تحرجني. ماشي، إذا عزمتك ريتا روح بابا، روح معلش. بابا بتسمح لي روح أنا كمان؟ وأنت كمان عزمتك ريتا لا تحرجني؟ إيه بابا أخوها لريتا بصفي، بقى عزمني على عيد ميلاد أخته. إيه معلش يا بابا. هنا اعطيهم من جيبتي كل واحد 200 ليرة، خليهم يشتروا هدايا ويروحوا. يلا. ما في داعي بابا، عندي هدايا كثير من عيد ميلادي، ناخذ لهديتين. ماشي، لفوا لهم ياهم منيح لكان. يلا بابا روحوا، روحوا وانبسطوا. ايه شكرا بابا. ايه شكرا بابا. ايه اوام وافق لهم، بالعادة بيطلع روحهم ليوافق لهم. إذا ريتا روح، لا سألهم وين ساكنة، ولا أي ساعة الحفلة، ولا إمتى بتخلص. لا أو شو؟ كان بده يعطيهم مصاري حق هديتين بدل الهدية الوحدة. يا ترى شو قصده؟ جميل يا جميل. قوم حبيبي قوم، قوم سايرني، قعد لحالي ومالي، يلا قوم. ليش راحوا الأولاد؟ إيه راحوا. إذا ضايق أخلاقك دبري لك شي مشوار، روحي تسلي حبيبتي، روحي. ألو؟ أهلين مها. الحمد لله، شلونك أنتِ؟ إيه 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 بروح، حاكم طابق صدري ومتضايقة كثير. الحمد لله، هي إجتك روحة. ولا إلي؟ ما بدي روح. لا مو منشان شي، جاي لعنا عالم. لشوف إذا راحوا بكير مر لعندي. ماشي؟ مع السلامة، الله معك. مين جاي لعنا؟ ما حدا. لكن ليش اعتذرتي عن روحها؟ وانت ليش بدك يعني يروح؟ ما يعني مشان تتسلي، مو انت عم تقولي انه ضايق اخلاقك. هلا عرفت ليش وافق بسرعه على روحه الاولاد، وهلا بس بده يطالعني من البيت. اكيد عم يقردفنا مشان يفضاله البيت ويجيب شي وحده بغيابي. معك حق، انا لازم اطلع واتسلالي شوي، رح البس. أنا رايحة جميل. وحدي أنا باقي لوحدي، مروق أنا مروق لوحدي، إن شاء الله ببقى على طول. أنا مثلكم ضايق خلقي، مشان هيك لازم أطلع شم الهواء. أها متواعد هو وياها برا، أنا بورجيك يا جميل. أكيد هي هي. الو اهلين. لا زعلان منك. ايه كثير زعلان منك. ليه ما عم تجي لعنا؟ لا ما عم شوفك، صار زمان ما شفتك. قومي تعي، خلص تعي، الاولاد مو هون وهنا راحت مشوار، ما في غير انا لحالي. لك ايه تعي نتسلى شوي، خلص تعي، ها عم استناكي. مع السلامه. وقعت يا جميل، والله وقعت مشان اعمالك. أنا راح أكمشك بالجرم البسوط.
لساوي دوش قبل ما تجي. شو صار فيها؟ امتى بدها تجي؟ ما عاد فيني اقعد على رجلي نملو. بس رح انتظر حتى ولو ضليت على هالقعده لبكره. اخ اكيد. ايوه يلا. اهلين بابا. فوتوا فوتوا بابا. شو؟ إن شاء الله انبسطتوا كتير. وشو جابن هلأ؟ هات احكولي شو عملتوا؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بحياتك مانك حضان عيد ميلاد. أمك بهالحبسة اللي حبسني إياها نستني أعياد الميلاد والزيارات وكل شي برا. بابا غنينا ورقصنا ولعبنا وطفينا الشمعة أكلنا جاتو وشبنا بوجوز كمان. معناتها صار وقت غيروا أوعيكم وفوتوا تدرسوا. إيه دنقور؟ يلا خد أرجيلة وفوتوا. يلا بابا. واتساب صوتك لحدا؟ شو عم تعمل هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ دي اسحب الكرسي مشان اشلح بوطي. اشلح بوطك هون، فوت اشلحه بغرفتك وسكر الباب وراك، اوعى اسمع صوتك، يلا بلا يلا. تتحمم. شوفي؟ ما في شيء، ما في شيء. لك ليش ماشي انا ريير هيك؟ امشي مثل عالم الناس، يلا فوت على اوضتك. الو وينك لهلا؟ تاخرتي لساتني عم بستناكي. اه طيب ماشي انا لكان بجي لعندك. لا لا ما بتاخر، فايت البس اوعيه وبجي دغري. ماشي الله معك، مع السلامه. وين رايح جميل؟ اهلين هنو، امتى اجيتي؟ انا هلا عم بسالك، وين رايح؟ قولي مرحبا بالاول. مرحبا بالاول، وين رايح؟ داي اخلاقي طالع شم شوية هواء. مع مين؟ لوحدي. وبدك يعني صدق؟ منو هي؟ منو هي؟ انا عم بسالك منو هي؟ لك مالي فهمان عن شو عم تحكي. ها عم بحكي عن الست اللي اتصلت فيك وقالت جاي لعندك، بعدين بطلت قلت لها انه انت جاي لعندها. شو عرفك؟ قالوا لي. مين قال لك؟ العصافير. روحي لكان حبيبتي اسألي العصافير، هن بيقولوا لك مين اتصلت فيي وانا هلا لعن مين رايح. لا انت قل لي. بخاف قل لك ما تصدقيني. لا تخاف احكي بصدقك انا. اكيد ها، مو انه ترجعي ما تصدقيني. اللي اتصلت فيي هي اختي سحر. قال مشتاقت لي بدها تشوفني، بعدين وجع راسها وغيرت رايها، قلت لحالي انا بروح بشوفها. ايه بروح معك. والاولاد؟ شو بدهم الاولاد؟ انبسطوا بعيد الميلاد، طفوا الشمع واكلوا جاتو وشربوا بونجوز كمان، وليكن قاعدين باوضتهم عم يدرسوا. وانت يا خانم شو عرفك انه رجعوا من عيد الميلاد وانه قاعدين بغرفتهم؟ لكان وين بدهم يكونوا؟ سمعت صوتهم وانا فايتي على البيت. قومي لكان غير اوعيك فوتي درسي الاولاد، الاولاد ما درسوا نهائيا. وليش ما بتدرسون انت؟ انا مالي فاضي. ولا انا. انت شوفي عندي. بدي روح معك. هنا انت طلعتي غيرتي جو، خليني اطلع غير جو لحالي، خلص المساء برجع باخذك مشوار انت والولاد. بدي روح هلا. هنا افهمي علي، المساء برجع باخذكم مشوار، عدي درسيون هلا. قلت لك بدي روح هلا، بدرسهم انا المساء. اي ما في روحه، منوم ولا عاد في مشوار. ها Thank you.
لكم بده يقابلها عند أهله؟ إيه مو معقول؟ أكيد يلي جاي يقابلها ساكني هون بالبناية. أنا بورجيك يا جميل. رجعني على البيت إذا بتريد. طلب عمتك سحر واطمن على ابوك اذا كان هنيك ولا لا. واذا طلع لي شو بدي اقول له؟ قل له يجيب لنا معه سندويش فلافل جوعاني. ايه انا مو جاي على بالي اكلها. انت لا تاكل، اخوك بياكل. احكي معه. الو، مرحبا عمي، انا طارق. كيفه جده وتيتي؟ انا منيح لكان عشرات. اعطيني بابا احكي معه. الو، مرحبا بابا، انا طارق. بابا قلت لك الماما جيب معك وانت جاي سندويش فلافل للعشاء. ايه، بقول لك بدك شيء غيره؟ إيه، ليش مع مين عم تحكي؟ مع بابا. متاكد؟ ايه طبعا. إيه، لا بس قل له انه لا تاخر، لازم يجيب السندويش الفلافل بسرعه مشان تناموا بكير. ماشي. الو بابا، لا ما بدنا شيء، مع السلامه. طارق ركز حبيبي، انت اللي حكيت معه ابوك ولا واحد تاني؟ البابا لكان مين؟ مو هيك، بركي اللي حكيت معه صوته بيشبه صوت ابوك. ماما شو هالسؤال؟ ماله طعمه. ماله طعمه؟ ايه انت اللي مالك طعمه. فوت الدروس يلا لشوف. ماما اي خدمات انا جاهز. انت فوت اللي انا عم نقول شيء. شو القصه؟ طارق سليم شو بدكم تناموا؟ ماما انا نعست وبدي فوت نام. وانا كمان. لا ما في، طولوا بالكم ليجي بابا مشان ناكل فلافل. انا اكلت كثير بعيد الميلاد. وينك كمان؟ تصبحي على خير. وينك كمان؟ هي تعال هون انت وياه. مين بده يكب زباله؟ اليوم دور اخي. يعني ضروري تتذكرها. ماما اجيها لبكره. لا ما راح اجيلها، تعال شوف قدامي، يلا تعال. فوت لجوا، احمل كيس زباله وكبه. شايف تعال؟ زبالي. أنا نازل كب الزبالة. ناس بدون أخلاق وبدون تربية. الحمد لله على السلامة سيد جميل. كنت أتأخر لك شوي تانية. كل هذا مشان كم سندويش بدنا نتسمى. ما وين كنت لهلا؟ أنا قبل ما تفتحي لي محضر وتسأليني وين كنت وليش تأخرت، اسأليني عن البهدلة اللي بهدلتها وأنا فايت على البيت. ومين بهدلك كمان؟ واحد قليل أدب، قليل ذوق، أهله مو مربينه. رمى كيس زبالة إجا فوق بزر مخي فصفصه طلع لي دنقورة. خرجك تستاهل، لو ما تأخرت لوقت كب زبالة ما كان إجا كيس زبالة على راسك. هلا طلع الحق علي، ما بدي أخذ وأعطي معك. الأولاد وينهم؟ ناموا. لكان ليش طلبوا الفلافل؟ استنوك عاملوا عصوب فاتوا ناموا. ليش تأخرت لهلا؟ ما تأخرت. لا أتأخرت. عم قل لك ما تأخرت. لا أتأخرت. لك يا عيني، أنا يا دوب بعد استرحت ببيت أهلي شوي وشربت فنجان قوي وحكينا كلمتين وسناولت الفلافلات وإجي. ولا شو هالكلمتين؟ خليهم كلمة واحدة. ولا إيه فرصة ببيت أهلك لترش حكي علي؟ لا رشيت ولا بخبخت، بدي بخبخ حالي هلا من ريحة الزبالة. شو كان بدها أختك؟ مين كان عندها؟ أكيد كان عندها رفيقة حلوة ما هيك؟ أنا سوتيها ما عاد اقدر اتحمل. ايه شو حكيته لينطمز؟ بتزيد كل شوي الحلوة حلاوته فعلي. شو بتزيد كل شوي والدنيا لقيتن. شو هن؟ المصاري. طب وينه؟ ما فشرتي، ما رح ادلك عليه. شنو انت بدك تسرقي اليوم؟
تروحي قتل يا دبة. بعدي كمان كمان نام يا هنام. نام ام محمود. قومي يا حبيبتي. لوين ام محمود؟ فوتي على المطبخ لوين؟ ليش ام محمود؟ فوتي بعدين بقول لك فوتي. محمود ليش ام محمود يفوت على المطبخ؟ بقيني بعدين بقول لك. قلت لك تركي اوان. وعم تسرق شيء تبت. انا كل معك ما قبلنا بيتغير بالخيسام ما يزرد في حالك يا اما انا حبيبتي. روحي سكري الباب. لا يا ام محمود. روحي سكري الباب. لا يا طيبه. روحي بلا طيبه بلا ميته. سكري الباب اوان. تعال افتحي الحنفيه. لا وينها يا سلاله؟ تعال شي فوتي. طولي بالك ام محمود. لا تعصبي ام محمود. فوتي كله بيصير ام محمود. بس بهدوء بهدوء ام محمود. بهدوء ام محمود بهدوء. طولي بالك ام محمود. يستر عرضك. لا تعصبي. انا ام محمود. انا ام محمود. انا انا حبيبتك. انا افتحي الحنفية. شو بدك بالحنفية؟ افتحي بعدين بتعرفي. حاضر امه. افتحي طولي بالك امه. افتحي طولي بالك امه. افتحي لشو اي حنفية فيهن امه. حاضر امه. هيا هلا شوفي الملايين شلون بدها تنزل من البرميل. تك 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 على الحنفية. لا سكرتي. طولي بالك امه. طولي بالك. هلي المصاري بالبرميل لانه اذا نزلناهم هلا واخذناهم بتشوفون متعزين وبتزرقهم. خلقان خليهم بالمرمين احسن. خليهم بالمرمين. تعي نقلعها. عم تحسي الدبه. من نقلعها. نقلعها ولا نريحهم؟ لا من نقلعها. بس انا حبيبتي انا ابعوني. يعني ما عرف الحرامي يسرقون الا قبل ما تديني. كان يستنى شوي بعدين يسرقون. انت شو قاعده عم تعملي هون لهلا؟ قومي روحي. قومي روحي على بيتك. تمام طولي بالك. رايحة. مو لازم نخبر ابنه اللي بخور فكان يجي يلاقي لأمه تدبيره. ايه معك حق. بتعرفي رقمه؟ لو بعرف رقمه كنت تلفنت له من زمان. على شو عم تتوشوشوا؟ انا عايزه ردي حالا يلي قربين الخصام. ايه ام محمود اعطيني رقم ابنك بخور فكان مشان خليه يجي لهون. ايوه مشان يجي هو يسفق لي المصاري. يا حاضر يا ركبي سلم لي على خور فكاني طول الصير يا اضناني. تعب تحتي. تعال عليك الامان. فوت طمني ان شاء الله الشرطه لقطه للحرامي. هي جيت من عندهم. العمموا اوصافه للحرامي على كل المخافر وبعثوا صورته لمخافر برا للحوش. خور يا تور ارجع لعندهم وقول له المصاري التقوا. التقوا وين؟ ما رأى لك. اقول لك دبي انت شو عم تعملي هون عندي؟ يلا احطي على بيتك اوام. تعي خدي هالدب معي اوام. روحي رايحين ما تبكي. روحي يلا ام محمود. تعي ننزل المصاري من البرميل. لا خليهم بالبرميل ليمسكوا العرامي بعدين بننزلهم. استري عليه محمود. الله يستر عليكي. اروحوا بقى انتوا روحوا. شو جميل انت بدك تجنني يعني؟ بدك تجنني؟ منو هاي السمراء؟ الله يهنيك. منو هاي السمراء؟ انو سمراء اللي عم تناجيها؟ لك ما عم ناجي حدا. انا عم بقرا الجريده والمسجله اللي عم تطلع لي. مو انا هذا عبد الحليم حافظ. بس انت اللي عم تسمعه. لك شو يعني شو فيها؟ فيها كثير اكيد. انت متيم بوحده سمراء حتى حاطط هالاغنيه وقاعد عم تسمعها. انه بكفينا ام محمود وحده بالبنايه. الشريط طلع بايدي بالصدفه وحطيته بالمسجله. وانت من امتى بتحب عبد الحليم؟ اكيد وقع بحب جديد قمت قاعد عم تسمع اغاني. منو هي؟ مين؟ السمراء اللي عم يغني لك عبد الحليم عنا. يا عمي ما عم يغني لي الي لا عن السمراء ولا عن البيضه ولا عن الشقره. خلص انه مو ناقصني مشانين. انا ما دخل.
دخلني انت شغلتي بايدك. ها قولي لشوف مين هي وشو بتشتغل وشو اسمها. هنا كبري عقلك وما في داعي للحكي. لا في. طيب في في سمره وبيضه وشقره وسيره قوني وكحلي ونهدي وكل الالوان. احكي قد ما بدك. ايه يعني عم تاخذني على قد عقلي؟ شو شايفني مجنونه؟ شايفني محمود؟ عنا رح تجننيني بقى. خلص بطلت اسمع عبد الحليم حافظ، رح اسمع ام كلثوم. منيح كمان ام كلثوم بتغني عاطفي. طيب بسمع فيروز. وفيروز بتغني عاطفي. شو بتحبي اسمع؟ شو رايك اسمع النشيد الوطني؟ خلص اذا طلع اليوم سجلي لي اياه. ايه ايه بسجله. وغيره؟ سلامتك. الله لا يسلم فيي ولا عمي. الو غير عن الساعة اللي فكرت اني افجر الصمام فيها. ايه شو كان بدي بهالقصة؟ ما كنت عايش بلا ما فجأة. الو اهلين. لا لا اهلين اخي سمير. لا كنت عم عيط على الاولاد بس. لا ما في شيء. كيفك؟ اخي بلا اليوم. بكره عندك سفر بتتعب بعدين. لا شو دخل مرتي؟ لا يا عمي. لا انا بدي اجازات من مرتي. لك يا عمي هداك وسيم مو انا. وسيم هداك ما بيطلع من البيت لياخذ اجازه او ليليه وابدا عنده ختم خروج وعوده. لا مالي مو انا هذا اللي بينحكي عني هيك. لا يا ابو سمره انا مالي سائل عن حدا لا مرتي ولا غيرها. ايه ماشي حبيب الله معك مع السلامه. بطني جميل بطني بطني جميل بطني دكتور زياد. لا ليش الدكتور زياد؟ تعوي لك يا ستي انسون. جميل. قومي 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 حاجه تتمرضي عيب عليكي ما فيكي شيء. قومي قومي. ما شاء الله عنك مثل النص ليره ما فيكي شيء. شلون ما فيني شيء يا جميل؟ مصريني عم تتقطع. او منطي منطي لك اصرخي قد ما فيكي انبحي بدي روح يعني بدي روح فهمتي؟ جميل حمام انت الله يخلي لي اياك يا جميل خليك عندي بطي يعني. اذا بتضلي تنوي سيمفونيه كامله بدي روح يعني بدي روح فهمتي؟ انا اذا ما رحت سمير بفكرني مأرنب يعني خروق يعني بخاف من مرتي عم تفهمي؟ واذا صار لك شيء لك التليفون جنبك بتطلبي الدكتور بطيخ. قايم روح قايم اتحمم وروح اتدوش وروح اتحمم. روح اتحمم احضر لك ثيابك.